متابعي قناة صوت الساحل التونسي، اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم احنا متواجدين بالسوق البلدي بالمونستير، وين باش نمشيو كالعادة ناخذوا فكرة على الاسوام واراء المواطنين. تابعونا في الروبورتاج التالي. نهارك طيب. نهارك مبروك. هذه توا ما زلت انا واخذك، فهمتني، ما زلت كي داخل المارشي. عاده يوميه هكا كل نهار في المارشي؟ لابد نجي نطل. لا كل يوم نجي. لابد نعمل طل. ربع ساعه نصيف ساعه. وشنو هي الامور توا هنا في المارشي؟ الاسوام. الاسوام غاليه شويه. احتكار موجود. ساعه السلاح تلقاها موجوده، ساعه ماس موجوده. الحوت توا اليوم توجد شويه أبرك من قبل، حتى الاسوام ترخفت شويه، والحاله العامه لا ترضي، خاصه الحامه العامه لا ترضي، لا ترضي، غير مرضيه، خاصه الخصامات الموجوده في قدوتنا، قدوه التوانسه وقدوه شبابنا، وهماش قايمين بالواجب نتاعهم. جميع الاحزاب بجميع انتماءاتهم وميولاتهم، ناس تابعين روسيا، ناس تابعين فلسطين، ناس تابعين اسرائيل، تابعين جون، هذا الكل كي يضرنا. ربي يحب التوحيد، توحيد الله وتوحيد الصفوف، صفوف التوانسه الكل، بقطع النظر على ميولاتك، ما يهمنيش فيك، يهودي، نصراني، مسلم، ماكش مسلم، المفيد وحدونا يا ولدي. هذا نداء لمجلس النواب. وحدونا صفوفنا، وحدونا كلمتنا. شاركوا المرأة، فهمت ولا، في المؤتمر كما يلزم، واعطينا حقوقنا ورحنا مهضومين. مش انت تاخذ في 4 ملايين و5 ملايين وغيرك حتى 300 ماهوش ياخذ فيهم بطال. حط بقعتك في بقعة البطال واحكم. بقطع النظر على اني متقاعد وناخذ بشهرية. لا، لابد التفكير في البطال وشباب ضايع في كل مكان، هما غير مدينة ولا تونس ولا مانستير ولا سوسة. الرجاء معناها من خاصة سي راشد الغنوشي، ربي يطول عمره، من فضلك واحد الصفوف وراهو بيدك، بيده سي راشد، فهمت؟ نقول له واحد الصفوف يصلح حالك ويزي من الأنانية،
وحتى حد ما هزوا معاه، الناس كلها زينة يدينا فارغة. وينو بورقيبة؟ وينو هتلر؟ وينو فرعون؟ شنو باش تولينا أكثر من هذايا؟ يحس لحالك واحد صفوف، راح نحبوك ما نكروكش. ونقول لكم ربي قدر الخير وربي عافينا من هذه الأمل هذا المرض. كان نهارك مبروك وزين، مرحبا بودي. كاني خلينا نبدا ناخذ معاك هكا فكره اخويا على سلعتك، برح لي على الفلفل. والله راه في الاسوام قاعده تطيح الحق. لا الاسوام قاعده تطيح توا، عنا الفلفل هكا من 2000 ل 2500، عنا الطماطم الدينار للدينار ب 300، عنا الفلفل الحلو زاد من 2000 ل 2500، البطاطا من 800 ل 980، اذا عنا البصل والسفناريا غاليه شويه، البصل ب 2000 والسفناريا ب 1500. وربي يفتح بالشارع واحنا نغزروا لبعضنا والحمد لله هكا، وربي يستر. عايش ولدي شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله، واحنا مع الوقت. مع الوقت يا خويا، ومع الوقت واحنا تو هكا قاعدين نعملوا في الجوله بتاعنا في المرشي. شنو هي الامور باش تحسن هكا شويه الاسواق؟ الامور لا شيء ماش تحسن، ما احناش قاعدين نخدموا، ما احناش قاعدين نخدموا. الناس قاعده في القهاوي، فهمتي ولا شادي لبناك، وفهمتي ولا وقت اللي يمشي يعمل يضرب، فهمتي شكون يعرف علي شكون يمول فيه، فهمتي ولا يعاود يمشي يخدم الفلاحه ويمشي يخدم، فهمتي ولا باهي قاعده تمشي كان، فهمتي الصفقات، فهمتي ولا يعملوا فيهم البلديات الكل، هذوك اللي قاعدين يمشيوا في الكل هاك تشوف احنا قاعدين. وفي هذا الكل نلقاو الفلفل ب 3000. ب 3000 هذاك فهمتي ولا اسباب، عنده اسباب ومش ب 3000، يتسمى الفلفل ماهوش غالي راه في الوقت هذا، يتسمى الفلفل هذا نتاع مصر. او شو نتاع مصر امس ولا ايام خلطت علينا ولا توقع سبقتنا، احنا ولينا فلفل مصر تو. اي هذا فلفل مصر، هذاك فلفل مصر، فهمتي ولا ما احنا تو فهمتي كنا سباقين في الثمانينات، كنا سباقين على مصر. هي مصر القوة نتاعها فين؟ هي خدمة الجيش نتاعها، الجيش نتاعها يخدم في الفلاحة، عنده 70% في الانتاج، واحنا فهمتي ولا نطردوا في الناس قاعدة في القهاوي، والناس قاعدة تضرب في المقشة، ما هز خويا انا فا الجيش يجب يخدم الفلاح باش يعوض على الاقل كي يوقع هكا ولا هكا، يلقى الجيش يوكل روحه ويوكل البقيه، فهمت ولا ما؟ احنا لا احنا قاعدين وبرا، دز في الفلاح فهمت ولا ماهوش يربح، دز كذا احنا فهمت ولا عندنا شكون لهنا يخدم لهنا، فهمت ولا مخلي هكتارات في بلاد الناس كله ولا تونس، احنا مخلي هكتارات وجاي تي ليه؟ قلت والله لو كان جيت بلاصتي كمان نمشي لهاني نخدم غادي كان الفلاح. الله يقل ولا يخدم في تونس، يخدم ولا فارقة يخدم في واحنا فهمتي ولا يحبوا يستناو تو. الله يقدر الخير. اسمع اسمع، شق شقان ولا البلاد باش تبرك؟ قول سي قيس، شق شقان ولا كاين البلاد باش تبرك؟ باش تبرك. قولوا شق 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 شقان، اعمل كان كعوام شق شقان، تبعش الريح فهمتي ولا ترضي فيهم الكل، فهمتي ولا المسؤولين الكل، كل الاحزاب الكل ترضي فيهم، باش ترضي؟ رضي الشعب التونسي الكل، رضي الشعب التونسي اكثر حاجه، رضي الشعب التونسي الكل، وامانه في رقبتك تونس راه، وربي يهدي برك. الاسعار فما حاجه برك، الا البصل قليل شويه السنين، اما بالنسبه كل شيء كل شيء موجود، معناها الاسعار مناسبه مقبوله. تشوف كيف البطاطا ب 1100، الطماطم ب 1100، الفلفل من الاول طلع شويه وبعدك شونه ب 2500 الكيلو، تفاح الجولدن 1950، قارس 980، طمسون ب 1300، كلومنتين دينار و 550 وعندنا ب 1300، معناها كل شيء موجود، معناها الحمد لله. والاسعار بتزيد ترخص راهي من هنا المارس، باش الاسعار تزيد ترخص و حصيله كل شيء ولاباس، الدنيا لاباس. مرحبا بك تونسي، انا ليبي. اي ليبي مساج، مرحبا بك ما بيناتنا. اهلا بك. اي تو اخويا كي تجي تعمل جوله هكا اليوم في السوق البلدي لهنا، الاسعار شنو تراها في المتناول؟ والله بالنسبه لي انا نشوفها في المتناول يعني لاباس عليها، لكن تو مازال ما درتش دور انا. اي خليك انا تكمل الدور نتاعك. وتحيه منك للاشقاء الليبيين. الله يبارك فيك، ربي يحفظك ان شاء الله. عايشك، مرحبا بك. نهارك طيب من سير. سيدي على السلامه اخويا. شنو احوالك؟ اي يرحم والديك. ها؟ اي خذيت شويه فهمتي قوارص ولا ما زلنا؟ خذينا كل شيء، وخذينا شويه سوبيا نقولوا احنا، انا ولد السواسي. اي وخذينا شويه بريك، وناخذ شويه برتقان وكذا واحد. صوموا تومسون اليوم باهي 1400 باهي الحق. لا صوم مناسب، والسيد هذا نعرفوه احنا، هذا ما يزيدش، وديما صوامه معقوله، ويجيب حاجه نظيفه وحاجه باهيه وحاجه محترمه الحق. والسوق اللي مخفيف شويه كتشوف،
مش اللي سوق المستير اللي نعرفوه. نعرفش يكون من الاسعار هكا مرتفعه شويه وتعرف الوضع الاقتصادي ديما ياثر شويه على المواطن وعلى ربما هذاك السبب اللي خلى السوق مش على خاطر سوق المستير معروف يعني على من 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 قبل معروف بال جيه اللي يجوا من برا. انا بالسواسي جيت تو وجاي بالذمه لسوق الوستير الحاجه ذي يجيه من قبل من احباء الزعيم. نارك زين احاد صباح الخير. شوف هي هاني تو نسمع في ولدك قال لي راهو جيت بالسواسي بالذمه مش نقضي من مرش المستير. عاده من قبل ديما تجي المستير؟ لا عاده عاده المستير فيها كل شيء. المستير اللي نحب حاجه فين ويجيبها المستير. واحنا جونا كيد الشركه الفاضل فاضل الاسواق يجونا غادي هذا علاش. ولهذا المستير هم محظوظين جدا وربي ان شاء الله يعطينا الخير ان شاء الله ويعطينا المطر باش نغرقوا ما 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 فين نصرفوا معنا الفلوس. وربي يبارك فيكم انتم زادك خير. ربي يبارك لك. يعني زاد محلاه خلينا ناخذك هكا على الطاير نهارك زين. نهارك اسعد الايام. شوف محلاه كي نسمع توا شاري يقول راني ديما نجيب الذمه على خاطر اخويا سلعته باهي سوامو محلاه اخويا. عاطين في ذار للحريف، ديما الحريف الموديل الموجود لنا، السوم تلقانا ارخص شويه من الناس، والنوعيه كاليتي مزيان. وعاملين اسوامات شعبي في متناول الجميع، الدور كامل الجمهوريه ما تلقاش الاسوام هذه، النوع نتاع السلعه، وديما بشوش مع الحريف وبرا، خاطر رجل كبير تاخذ له بخاطره ويقعد ديما رايمك تعطيه حاجه باهي كيف كيف، ياخو حاجه ما يندمش عليها معناتها. فهمت؟ وان شاء الله ربي يحرك اسبابه وان شاء الله ديما تقعد الخدمه كالعاده وكهو. المعيشه غلات والواحد ما عادش قادر على حد شيء، كل شيء ربي يستر وكهو. كنت توا برا جوله وبرا في المارشي ما زلت ما قضيتش؟ ما زلت ما قضيتش، نلفت نلقيه غالي. قسم على ربي وكهو، ان شاء الله ربي يسترنا. العمال الدنيا ماشيه في الواحد في الاخر معناها مشات على الاخر. في هاوية في هاوية مع الشيء فهمت. كل شيء غلي مش يشري الزوالي ده الجلبانة ب 4000 اللحم كذا مطيش الحوت مطيش ثم حتى شيء والفلوس ما ثماش والبطالة تحرق وتونس مشات في هاوية مع الشيء. الله يعينكم. اي وينك ايش عاد ماني نعرفك تحب المالح سي مراد ها واخويا ونعرفك بخيل انت فهمتني ها تبارك الله وما شاء الله اخويا نهارك زين. ايش للشباب شنو احوالك؟ اي الحمد لله. شنو هي الامور في المستير وفي المرشي؟ والله الحاله تعبه شويه. هو ديما احنا نسبقوا الخير. اي انا الواحد ديما واحد يقول الحمد لله راه ديما يقول الحمد لله. هاي توا دياري ولا؟ شنو الهريق؟ خذ منه توا. مرحبا بك. مرحبا بك. زميلي. اي زميلي هذا ربيع يعمل مونتاج لازم نهز له الهريسه. هز له اخويا. مرحبا بك. ربيع واش نجيب لك الهريسه غاد. الله يبارك. اه سي ربيع واش يفرح بك صح. ربي يعينك يا خويا. كمل يا سي مراد كمل مغادي. لا مستعان ما تخممش ها ما تخممش ماشي الامور. كيكو بر شنو قاعد كونكتي من القلق؟ ربي يجيب لك القصر. انا كيما قاعدين نشوفوا جلبانه بقداش هي؟ 4300 للجلبان. الفلفل هذا اللي كنا نشوفوا فيه ب 6 و8 ولا تو طاح تو هبط ل 4900 انا عندك طماطم ب 1380 ايجا خلينا نكملوا من غاديك التومسون. الله مستعان اخوي شنو احوالك لاباس عليك؟ التومسون ب 1600 واحد كمل عاد اعطيني فكره على سلعتك. اي اخويا مرحبا بكم اهلا وسهلا بكم. انا محليكم المساتريه والبشاشه والترحاب اخويا ربي يفضلكم. ربي يحييك اخويا مرحبا بكم. هو التومسون عندنا ب 1600 البصل عندنا غالي شويه 1950 الغالب السناري غاليه شويه طالع سوم 1600 طماطم 1380 فلفل 2800 بطاطا 980 قارص بدينا نجاله والقرع بوتوزينه طالعين شويه سومهم ولا غالب مش في فصلهم توا. تفاح ب 2800 بنان ب 3900 كما ترى الحمد لله ربي يسترك والله يا ربي يسترنا الناس كل كي. ربي يعينك يا اخويا عايشك ربي يفضلك. هيجا خلينا هي جا خلي ناخذوها على الطير. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو احوالك؟ لاباس. اي سيدي اش رايك في الاسوام لهنا؟ الاسوام غير ما تحكي على تونس. ايوا. غير انا مروكي. شرف. الله يبارك فيك. المجالي المغاربيه كل قيدها في المرشيد. الحمد لله.
اخويا عندكم الله يصبركم وبرا. هذا كاش نقول في الاسوامات، الزوالي ما عادش يلقى روحه جمله، ما عادش يلقى روحه. ها كثر جلب انا ب 4000، التفاح ب 2500، الفلفل افهم خلي الساعه، الفلفل هاون ب 2700، البصل ها كثر. شنو المعيشه؟ انا يا اخو 600000 ولا 700000 اش مش تعيشوا؟ اش مش تعيشوا؟ كاري وكل انا هاته وخرجت، خرجت الاسم خديت طرف غله وطرف الاسم 70 دينار. اش مش نقول لك؟ الله يصبرنا وبر. انا سيدي وصلنا حتى على القطر المغاربي معناها اخوي، الله مستعان اخوي، ربي يعينك. اش بيك تخمم مكه؟ لا عندي علاش خم اخوي، كل حاجه وقتها. ذاك هو شو مات هذيك هي عادية، انت عشتي الفلفل الله وقته والطماطم الله وقتها توا، فهمتني؟ الجبنه زاد مازالت شويه كي الاسوام، انا عاديه الاسوام. الشعب التونسي يجيبوا فرقه برا، ديما ياكلوا عاد، ديما ياكلوا عاد. كان جي مناسبه مناسبات الفلوس كل يطلعهم، مناسبه مناسبات فلوس كل يطلعهم. ليك مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك. والله عجبتك تقول لي البلاد مازال فيها الخير والبركه. فيها الخير، ما اذا كان فيها الخير مو فاض مشات على الدنيا في الواحد. لاباس والحمد لله رب العالمين، اما العباد غير العباد ما تحمدش ربي برا في الواحد. اللي عنده 100 ماذا به مليون، ولا عنده مليون ماذا به مليار، فهمني؟ بقينا صحيح فما اسوام منيحه غالطه، فما غاليه شويه، فهمني؟ فما اشياء تو تغلى في الوقت هذا تغلى، فهمني؟ بعد اللي تطيح ما تقعدش مده فني معينه، عندها مده معينه بعد اللي تطيح ما تقعدش نفس السوم هذاك، فهمني؟ بقينا الواحد يسايس روحه صاحبي برا، شو باش يعمل؟ شو عنده باش يعمل؟ فهمني؟ نقعدوش بلاش ولا نقعدوا كذا. بقينا هون الواحد يسايس روحه ويتماشى وكذا، والله يفرجها والله يقدر الخير وكا هو صاحبي. امين. فهمني؟ ناركزين شباب. السلام عليكم. صفا؟ الحمد لله. هيا كيفاش اخويا تو الدجاج هكا الاسوام نتاعه صفا؟ والله صفا تو احنا مراها صفا. يعني خذيت كيلو لحم وتعديت تو نخفي الدجاج وطرف سكالوب للوالده فماش متطيبهم. وهذا تو تصنفهم وحدك ولا؟ لا ليه للوالده، الوالده تصنف. ربي يفضلها لك. عايشك ربي. شو عندنا الفطور من اليوم في مستير؟ والله يا نوما ما وش تعمل لنا سكالوب يا نوما وش تعمل سكالوب، مش شوينا شوية سكالوب هريسة مشوية بس. والوضاع صفا الأيامات؟ والله صفا مش صفا، أمور سياسية داخلة بعضها، أمور ماكلة واحد السوام طالع شوية ما كما تسمى طاحت شوية على قبل بس. شاي طيبة وفضلك الوالدة مرة. عايشك ربي يفضلك. عايش الله مستعان. مرحبا بيك. مرحبا يا اخويا. نسمع ايجا العلوش ب20 20 20 هذه الطريفه قاعده تصورها ب20 دينار برك. شنو هي الامور؟ شنو هي الامور؟ شيء شيء. لا 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 البلاد تحت يقولوا فما بيع ولا فما شري والعباد مشات، والله مشات العباد، فهمتي؟ الزوالي ما عادش لاقي روحه جمله، ما نعرفش اني كيفاش الحكايه هذه عاملينها تحت البلاد تحت، ما فماش لا لا خدمه ما فماش. ويادي في كل ميدان، في اي ميدان تقص تلقاها الامور مسكره مشي باهي بكل، وربي قد الخير صح. مش الراب احنا كيلو اللحم ب 20000 ولا حتى ب 10000، احنا عطينا شكون يشري الارض ويبني؟ الشباب هذا ايش باش يعمل؟ ايش باش يعمل؟ عطيني ايش باش يعمل؟ وين المستقبل نتاعه؟ وين؟ الشباب هرب حرق فهمت اللي، ومن بعض مات والناس ماتت والناس مشات، علاش؟ علاش هيك علاش؟ علاش؟ وين ماشيين بها؟ وين ماشيين بها؟ وين ماشيين بها؟ وين مشات؟ عطيني شكون ينجم يشري الارض ويبني؟ مش ياكل اللحم، اللحم مره ياكل حتى خبز وزيت يعيش، فهمتي؟ اما لكن اعطينا شكون ينجم يمشي الارض ويبني؟ وين المستقبل؟ وين؟ ما فماش، ما فماش، مشات البلاد. يا حسرة على الزين، والله يا حسرة على الزين. بورقيبه خلاها مراكله جايه، كنا في عهد الزين كان مضايق الزين، مش مضايقنا راهو. الزين مضايق كانك الجماعه الكبارات يقسم معاهم، اما احنا خاتينا. والحمد لله ونعم بالله. وربي يعينكم اخويا. نارك زين. مبروك على السلامة، مرحبا بكم. تفضل سيدي اعطيني فكرة اليوم على صوم اللحم واعطيني المرقاز بقداش. خلنا عندك اللحم اليوم ب 20000 واخير، اللحم البقري المرقاز ب 18 دينار، اللحم بالعظم ب 10000، واللحم الجنب ما غير عظم ب 17000. معناتها توا حاليا ما فماش ما ارخص من اللحم، لا حوت ولا دجاج، ما فماش ما ارخص من اللحم. هذه فرصة تو معناها. هذه فرصة، ماش مرخص من اللحم تو. فاش حاجة. فهمت؟ هذا هو وقت، ترى في السوق وترى في الدنيا والعباد تتفرجوا برا.
حتى رخيصة وما فماش هز، فهمت؟ حتى رخيص وما فماش هز، العباد قاعدة تتفرجوا برا، ماش حاجة. عايشك ربي يحييك. مرحبا. وبيك أخويا. أخويا نهارك طيب، شنو قضيت لنا اليوم الفطور الساعة؟ والله قضيت شوية سكالوبك أهو، شو هانك سكالوبك لا دجاجة لا، ما عادش خلتينا الحكي، موظف أنا موظف ومشني خلت الحكي. فهمني؟ حارة العظام بدينار، الكركاس العاش بدينار وقداش، واحد بالكركاس ولا طيب، فهمني؟ غيرنا قال، مش نعمل. نسمع فيك من بكري، قاعد تقول لي رانا احنا ماناش قاعدين نخدموا. هي عندنا برشا بطالة في القهاوي كل شيء، ولو يجيبوا في الأفارقة لهنا، الأفارقة ولات أكثر من كل شيء في الفريب، في الحمالة، في كل الفريب ولا معبي بالأفارقة ولا هنا. والتوانسة قاعدين، فهمني؟ إيش عم يعمل؟ الأفارقة يقولوا يجي خذ 10,000 في النهار. يقبلها والتونسي ما يقبلهاش، اعطيه باكو دخان وقهوه، فهمني؟ زوز قهوي وباكو دخان 10,000 وفات. منين يجيب فيهم هو طوال لا لا. هو ما توا قاعدين في القهوه، منين يجيب في باكو دخان؟ براسه يدبر راسه، شنو ما عند فلان هات 10 هات كذا ولا بطال امه تعطيه 10,000 مش يمشيش يسرق، فهمني؟ هك شوف هك الدنيا ما عادش، وين حسره؟ حاره العظام بالدينار ولا ترى؟ حارة العظام وقت بن علي الله يرحمه الله يرحمه، فهمني؟ الأربح يار بلف توا الحارة بلف، الحارة بلف، فهمني؟ ولك العشي لك الجي تاع الصغار، عندك زوج صغار يقراوا في الروضة، يحبونهم 4,000 نمجة في النهار، 4,000 فرنك ولا 5,000 ما تقولوش، قولوا 5,000 فرنك، منين هذا كل؟ فهمني؟ شو قولوا باع تو، قولوا باع والله بالحق والله اقسم بالله الله يقدر الخير ويحمي تونس وكاو. هاك تشوف الارهاب زاد قتلنا، فهمني؟ 4 جنود باحت وفاق الله يرحمهم، فهمني؟ ومجلس الامن ولا شو اسمه نتاعنا، مجلس النواب، يا حسره على مجلس النواب، يا حسره. قبل مجلس النواب على سفيرته زقزق ولاباس وقاعدين. ايش زقزق؟ تلبوني خابته ولا كيما ولا كي مرشي سنترال، فهمني؟ قول عليك في السوق القرو دزني هذا قول لي ونقول لك وكذا، هذا مجلس النواب. تفرج على مجلس النواب في السبعينات وقت بورقيبه، كي تشوف الوزراء قاعده في مجلس النواب تقول يا حسره. ايه بالرسمي انا يعني تو عمري 58 سنه كان فيه وقت مجلس النواب، مجلس الامه قبل وقت بورقيبه الله يرحمه، فهمني؟ كانت كنا لاباس علينا. تو الدولار اللورو ب 3,000 واش، شوفوا انت وقتاش كان كيفاش كان قبل هكا، صحيح ولا لا؟ يرحم والديكم اخوي. هاي نارك زين، نارك طيب خويا عسلامة. شو احمد؟ احمد انت رئيس النقابة ولا لا؟ رئيس النقابة يبدلك كيفاش اخويا ذي؟ يبدلك وبرا هكا تو هكا. لا يبدلك عليك يبدلك. مثالج عائلة واحدة عائلة واحدة. شنو هي الأمور اليوم في مرشي المستير وشنو هي الأجواء؟ الأمور كاكا برا الدنيا ميتة شوية الحقيقة، ما فماش برشا خدمة، كورونا هي اللي فزت الدنيا كله، ربي يقدر الخير وكاو. فما كورونا فما زاد بعض الناس أخرى قالوا زاد الشنقال مشكلة. صحيح الشنقال مشكلة بالحق، تجيب تاخذ رطبة مع دنوس ولا كيما قلوها كيلو طمسون وكيلو بنان تكلف لك ب 30 دينار فهمتني ولا ب 25 دينار. صراحة مش معقول، معناها الشنقال لازم نشوفوا له حل، وبصراحة البلدية لازم تلقى حل في حكاية الشنقال فهمتني؟ ماهيش معقولة بالكل بالحق، ومستير صغيرة، مستير صغيرة. نوضحوا للسادة المشاهدين، احنا نحكيوا على انه المساحة المحيطة بالسوق البلدي، ها؟ اللي باش يجي يقضي ما يلقاش وين يحط كهرباء. هذا هو هي هذه هي المشكلة فهمتني؟ هذه هي المشكلة، معناها تجي ما تلقاش وين توقف كهربتك، باش توقفهاش ماهيش يعني في البساتين باش تقضي بالمارشي. دونك باش تقرب المارشي باش توقف كهربتك باش تنجم تقضي، ما فماش باركينغ بالكل بحث المارشي، معناها مشكله كبيره بالحق مشكله. والمواطن عنده والف حق بصراحه، معناها واش يحط كهربته فهمتني؟ هذه الاشكاليه، لازم البلديه تراجع روحها في الحكايه هذه وتشوف حل وكاو فهمتني؟ نارك زين. مرحبا. اخويا كملت جولتك في المارشي ولا دخلت دور صغير عملت كو؟ اي وش رايك في الاسواق؟ اخويا صلي على النبي فوق اكثر من الطوب فوق القيمه. مبرمج شنو مش تقضي انت اليوم كي خرجت؟ بالي شويه تمرك وشويه حطيت فاز لذريلك هو هذه الحكايه الكل. جيت تشوف الاسواق ما نلقاها نصلي على النبي.
معناتها المواطن ضعيف 10 يا خويا الحكايه هذه. تفرج بعينه وموت بقلبه هذه سبعه شبيه هذه. هذاك هو تو سيدي. هذاك نسمعوا بها للرنان. شفناه تو ومازلنا نشوفها على حساب هذه. وربي قدر خير هذاك شكون واحد. ميرسي يعطيك الصحة يا شكرا. راك سعيد صباح الخير. شنو امورك وشنو هي جوك؟ الله الحمد لله وربي يستر الوضع هذا. الدنيا كل كا بتوالي كل الناس كل كا خايفة. هالكورونا العباد كل خايفة من الزحمة. وربي يستر وبر. وهذا تو هو السؤال معناها الواحد معناها احنا تو قلة الشاري لهنا. شنو الأسباب نتاعو؟ الأسباب نتاعو ما فماش ما عادش يقدر عليه يخطر على حد شيء. العباد الكل مش تخدم الرسطورات مسكرة القهوة مسكرة الوتلة مسكرة كل شيء تبع بعضه. الدنيا كلها الله يقدر الخير وبر. ونزيدوا عليها الغلا والكويت. وكل شيء الغلاب ما عادش قاضي عاد شيء الفلوس. سلام السلام عليكم وربي يسترك اهو. أنا ديما عندي سؤال نسأله كل ما نمشي للمرشي في سوسة ولا مستير ولا مهدي وين هالقفافة؟ القفافة اللي جات عندي قدي مش في الدار مش معي جات عندي قدي قبل جاي في المحكمة فهمت. لكن قلت خلينا نعمل دور ونقضي في ذي في ديوش خير أهم أسوأ معقولة ماهوش خايبة أسوأ معقولة. أما ربي يسترنا الدنيا واخر ربي بعد لين هالكورونا على الأقل ترجع العباد العمل نتاعهم ترجع العباد لعيد المعيشة. أما بالنسبة تو ماهيش تو الحم معناتها في سوم معقول طماطم زاد فيه الغالي في الحب سواء معناتها الزوالي واللي عنده الإمكانيات ينجم يعيش الزوالي يعيش والآخر ينجم يعيش. نجم يعيش الزواج ونجم يعيش اللي عنده الماديات كيف كيف. وربي ان شاء الله يجبر علينا الكورونا ونرجع الدنيا اخرى. لا مهما حتى والحاجه الوحيده هي اللي عطال العمل هذيك البطاله اللي عطال العباد والبطله هي اللي قاعده بيت اللي هي ما قاعدش ما تصورش. لو كانوا يتحولوا ويساعدوهم في العمل ويساعدوهم في الانطلاق نتاعهم وكل شيء تقول يمر كل بس يا ربي عليك حق. نهارك زين. نهارك زين. عجبتني ايش فما؟ باش نعطيك لغز لغز اي واللغز هذايا نعطيك به جاز اي اش رايك في الاسوان في المرش؟ زلت ما درتش مازلت كي جيت انا مازلت كي دخلت ولا اعرف عليه بالاسوان اصلا شو نخليك تعمل توا جولتك ونشوف من بعد شنو قضيت ونروحوا نفطروا بحذاك وين باش نفطروا بحذاك مش من هنا بالله صحيح طرق لا لا دار مدينه اي شاي طيبه اخويا وعايش كنت بالعب نهارك زين يا سي عمر سعيد وزين اخويا سيدي شنو هي الامور وشنو هي الاجواء؟ الحمد لله وربي يستر وكو عندنا شويه قارص تاع بحر عندنا دنديق عندنا جغالي عندنا قراب عندنا المجل عندنا اللوت ما شاء الله اسمع قلت لي عليهم وما عطيتنيش الاسواق هاي سيدي بالنسبه لهذا سر القراء قربوا بارك الله 16 دينار و800 نحسبوا لهم ب 15 دينار ب 15 دينار برك غني لي كالعادة عاد غني لي عليها غني لك اسيدي بالغنية بيرو بالنهارك ويساطة بالنار ونزل على الباهي واختار ندلي فوح ويروح ونطلع قل ونروح ندلي رد الشاي بشباب ويقرا في الكتابة هليني لك يا شاري لا تلحق عليك الذراري او كاجيت شاري نعبي الحمل ونكمل شواري ساقيك درجة وعينك فرجة وشريانك في المليح يزينك عاويك ذب عليك ولي ليك ليك ولي خاطيك حاتيك ندلي زيد الزين ويحمر الخدين لا مكياج ولا حمير عندي القاروس اللي يرد الشاي باروس القاروس يا اخويا بعض ماتوا القاروس يرد الشاي باروس بعض ماتوا باروس البحر عندي سر وقراض وينحي جميع الامراض
عندي الكريفات مباشرة سونتاتا مكرونة سباجيتي فريد مار. يبارك في ترابك يا تونس قداش تدلل وقداش تجيبها. عندي المجلس الاصلاني حي حي عندنا اللوت. يا بابا تزيد الزين وتحمر الخدين لما كياجوا لحمين بيرو بالنق. هاي هاي يا رجال احلولين محلولين على ربي مملين احلولين محلولين على ربي مملين ساقك دراجة وينك براجة وشريانك في اللي حزينك وراتا وقاروس يرد الشاي باروس انا السويتر انا الليمون صلي على النبي. يا ولدي عندي الورد ولدي على كيفك ميسي دام ريغاردي بيان جولي بواسون بيان فريت دو اوبسيون فكر باكا بياسا محلولين يا ولد. يا ولد محلولين محلولين وعلى ربي معمولين محلولين محلولين وعلى ربي معمولين او يكذب عليك واللي ليك ليك واللي خاتيك خاتيك جيب ولدك المزيان الناس كل تبوسو عروس اخر منا الفاروسة اوي يا ابنا محلا يا اخوي زيت الزين وتحمر الخدير لا مكياج ولا حمير او يكذب عليك اللي ليك ليك واللي خاتيك خاتيك سلعة المستيرة ساقك دراجة وعينك فراجة وشريانك في المليح يزينك يا ولدي تزيد الزين هذه يا شفت حبو اخر مرحبا بك وبيك عايش كملت الجولة اليوم ولا في المرش ان شاء الله ايوه شنو قضيت انا والله يقضينا شوية تن وشوية تريليا ايوه اسوام هم بارابور الايام الاخرى باهي اسوام باهي والله ديما انا كلمة حتى للناس باش تخرج وتشري وتتحرك نقولوا لهم حتى شوية امل راهو هنا السوم مرة يطلع مرة يهبط والله ان شاء الله هي تو كلها راهي حلقة واحدة كي تجي تشوف ترى معناتها من المواطنين ولا مش ترى من الصيادة ولا حاجة كلها حلقة واحدة مربوطة ببعضها معناتها يلزمنا كلنا نحاولوا كيفاش نساسروا احنا ونتعاونوا واحد هذاك صياد زاد كيف يلزم نعاونوه شوية وهذاك الفلاح يلزم نعاونوه شوية والخضار والواحد وبرا وصدر ربي برا ان شاء الله ربي يعدي لازم على خير وان شاء الله نرجع كما قبل ان شاء الله ان شاء الله يعيشك ايه جعتيني من غديك السلام مستعان الله يحفظك عايش القرنيت مصبت ب 20 و 800 ب 20 و 800 ايه ب 20 ب 19 و 8 ما نطيحوا العبيد هما تعرف العبيد توا فارغه فهمت باش يعرف حسب مقدرة الى المواطن معناه فهمت والتريلي يا اخوي تريلي يا اخوي اكثر مرشي معبي اليوم بالتريلي يوم ب 17 و 8 يبيعوا فيها ب 15 دينار توا لا توا الايامات الاخرى كنا نقولوا انه هاو جاونا توا نهيرين الثياب فهمتني هاو باقي الصوم هاو برشا حوت والباقي معناها نشرو فيه غالي معناها يبيعونا فيه غالي ديجا هذه نشريها ب 15 دينار نبيعوا فيها ب 15 دينار قسما بالله معناها بالحق ما احناش مصورين حتى شيء والعباد ماشي في بالهم احنا نصوروا برشا فلوس وكذا صدقني قسما بالله باللي نشرو باللي نبيعوا ساعات بلا خساره مرحبا بك عايش بك قضيت شوية حوت ولا مازلت؟ والله مازلت هاني نلعب في دورة عملت طلع على الأسوام والله مازلت قد قلت توا هاني نشوف شنو قضيت لحد الآن؟ والله شوية هركبوا برا أيوة وشنو هي الأمور توا ماشي ولا؟ إن شاء الله ربي ماشي على صلاحك إيه جعتيني 40 سنة في المارشي وشنو اللي تبدل بين البارح واليوم؟ ما تبدل حتى شيء الدنيا ماشية الدنيا الكورونا هذه ربي يقينا منها هذا ما عادش لنا الدنيا غالية والدنيا حتى الخدام ما عادش يخدم بالكدا لا قهاوي ولا الصالونات ولا حتى لا شيء انا نشريو بيان بيو بيان ربي هاو تو تليلي هذه 7800 والله ما نشريها ب 7000 نبيع فيها ب 7000 قال لك ب 7000 ايه باهي ب 7000 انا يحسب لك ب 7000 ايه حط لي كيلو حط هاي نوزنونها كيلو خلينا نكملوا نسولها هي انت يوميا هكا تجي للمارشي لنا خويا مش كل يوم لا 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 مش كل يوم لا كيكا بال صدفة برا اليوم جيت هكا هو مالا شمس نطيبوا طرف تريلي في الدار ان شاء الله فطورنا بحذاكم ان شاء الله مرحبا بيك شاية طيبة عايشك هذه مالة صغيرة مجل صغير 3500 ترى ما يجيش حتى شمها ولا 10000 بيعوا فيه ب 10000 و 8000 اليوم ب 3500 فما شكون شاريها قدام بفوق اللازم هاني بخصوص هاني والله نبيع كان فوق اللازم
نهارك طيب الساعة. عيش ولدي يا ربي. انا صافيك تقول غالية غالية. غالية ولدي. غالية غالية. غالية برشا ب 25 برشا وهذه ب 14 برشا ولدي وهكي ب 18 برشا. برشا برشا والله برشا. برشا ولادي يا ربي يستر وكاو وربي معانا وكاو. نهارك طيب. صباح الخير. تواني ما صار ان مازلت كي جيت للمارشي ولا عملت دوره ومروح خلينا ناخذوا فكره. قضيت القضيه بتاعك ولا مازلت؟ والله يعني مش ديما نقضي يعني من ناحيه السمكه وبور لو مومون دائما الطقس ماهوش هو فما مدنا احنا السواحليه وانا نعرف وقتاش تثوم الحوت. متى ثوم تياب هاي؟ تياب تياب مش تياب تياب على كل على نقول لك بصفه عامه بصفه عامه نحكي لك على المعيشه ندخل طول في جوهر الموضوع لحاجك انت باش يعني التونسي حاليا والله العظيم نقعد به برشا الناس تشكى صحيح اني معاك نتشكى لكن مش بصفه انه شنو نهولوا ياسر الامور فما اشياء مثلا كيما الفلفل ولا حاجه تقول لك فما كد دينار وكذا صحيح يقول لك ماهوش وقت احنا التونسي تو يقول لك فلفل يا اخي تو انت اش تاخذ فلفل انت مش تاخذ طير تاخذ حاجه النجم التونسي عنده زوز مشاكل حسب رايي يعني الصحه والتعليم الزوز هذوما اللي هما قصدين الظهر نتاعو بلغه الشارع يعني نتكلم فيك اما من ناحيه اللبسه صاحب الشهريه ينجم يديباني روح اغلب الناس برشا اغنياء ياخذوا حتى مربى فيك ما باش نمشي تكون معك معك الماكله ينجم يديباني روحه التعليم كلانا وعندك الصحة هذاك حدث ولا حرج شوف السبيطارات وشوف واغلب الناس قاعدين تزتوا فما برمي متأذية ما تقصوهاش هي انه فما سماسرة توا وقت الحاضر في الاستعجالي تهز ولدك ولا بنتك تلقى الفيرمالية غادي كا وجي دي بيان تلقاهم عنده منوامر نتاع الكلينيك مع نتاع دكاترة يجي يخوفك ويدخل فيك غوله ويقول لك اذا كان مش تدخل ولدك انا باش تصير له وتصير له وتلقى عنده وعناها بينيفيس مع بعض الطب دخلت ولدك هون هزك كذا وتلقى عنده بورسنتاج ومفهوم الامور هذه باش للكلينيك تخدم وهذا نحافظ من موقعي هذايا انا كمفضلكم نحافظوا على السبيطارات نتاعنا لانه اغلب الناس توا الطبقه الوسطى باش تهرى صحيح برشا الناس تنجم تمشي للكلينيك لكن الطبقه اللي عندهم اللي بس عليهم شفت هربت بيك الموضوع هو كله ولا يصب في بعضه اي, أي. من ناحيه المعيشه والله الحمد لله والانسان انا نجيب لك حديث لسيدنا صلى الله عليه وسلم هو اصدق نقول لك وهذايا قاعده نحطوها من اصبح معناها سالم في الجسم نتاعو هذا شفت رجعنا للصحه شو سيدنا اش قال من اصبح سليم في الجسد نتاعو ها والامن الصحة والأمن اللي احنا توهمتني ولا بصراحة يعني هك شفت بركاجات وشفت كذا وشفت كذا ونعاني ومنه والأمن متاعهم رجل داره منها مرتاحة وعنده قوت يومه كأن ملك الدنيا وما فيها تظن فيها ولا معناها هذا الكل كاش نقول لك نقول لك أنه الحمد لله تونس في خير سلام مرحبا هذا الأسوام في مدن الجميع هنية ب 12800 لورات قاروس 13800 حق رطل الحم الحم 25000 والوراطة يعني زوز كيلو وراطة حق كيلو لحم والله مصلي يعني بي كل شيء موجود الحمد لله ربي جريها على صلاحك وتبعد علينا الكورونا والكورونا ما عادش يعني بالنسبة لتونس احنا عندنا دوبل كورونا وزيدها الثورة اللي عندنا الرؤساء الكل قاعدة تتعارك واحنا والشعب في الحضيض لا هاممهم لا في الوراطة بقداش لا هاممهم في الخضرة بقداش لا هاممهم في الحوت قداش همامهم كان شكون اللي بشد الكرسي وبرا مساكن الزوالي وبرا الحمد لله تري لي عمرك ب 10000 برك 14 دينار وراطه بحريه 9.8 البحريه احيا حوته وعز حوته يبارك لها تبلبه يبارك له حسن يبارك له خميس بحار وانا نظف وروح حوت صياده حوت تبلبه خمسه ولا خميس علينا واللي يحبنا يجينا ميرسي هذه في سوسة في تونس ب 45 دينار في المستير حتلاقش 23 دينار ب 20 دينار ارخص من الحوانت مارشي مستير الكريفات حتى ب 40 و 45 دينار في المارشي ب 17000 السردينة ب 1000 و 2000 فرنك الامبوكا ب 10000 المخزن ب 10000 فهمت اشيري كيلو تل... الحوت موجود الله سكومري ب 8800 الله صل على النبي احسن مارشي وارخص حوت في كامل الجمهورية هو مارشي المستير خاصة كيبدا فما الحوت تو تسمى غالي تريف راهو الحوت خاطر فماش برشا حوت اما تو نهارين اخرين وتشوف الحوت تشوف الرخص اللي فما
فهمتني شنا مارشي مسير باه ياسر ونظيف ياسر راهو هما ليه باهين حلوين ياسر وان شاء الله ربي يهديهم وربي يصلح حالهم دولتنا خلي يركحونا البلاد مارشينا مسخ شويه راهو فهمتني ولا ايه خاطرك شوف معاهم احلاقهم عاملين احلاقهم فهمتني ولا ايه نتاع 10 مارشي مسير فيه احلاق مع 10 فهمتني قلت له استاذ احلاق ب 30 مش عادي له سخ فهمتني هاك مارشي مسير شرج لابس على النبي الاوراق 13 و8 انا اوراق بحريه شرى تاع 15000 تريلي يعني تريلي بتاع 10000 فرق تاع 15000 ب 10000 عندنا كان باهي راه ماشي المستير مستير باهي المستير باهي اما الناس غادي كاع مشاونا قتلونا حرقونا شواونا شواونا جماعه تونس شواونا خلاو فينا شيء جماعه النهضه مشات مشات مستير مشات فوقنا من النهضه السلام عليكم اختنا من النهضه من النهضودي عبوش النهضه احنا انا توا قاعد نحي في الفرنين بتاع القرنيت باش نصبتو باش يتيب بالكدا ونكسكسوه وهاكا قصير الله ربي يبارك لك انا منك لك انت نحب نحيي كل حره قاعده تخدم بعرق جبينها ربي يبارك لك ربي ينورك شنو هي الامور لنا في المرشي والله يا نخدم الحمد لله الحمد لله حتى عن نفس اسمع وسط الحواته والبياعه ولا لاقي رواحتك ولا ما يحسبونيش مراه يحسبوني راجل في وسطهم ديما نشكروا نستحمدوا ربي يعينك يا عايشك الله ينورك واللي يحب يهولونا الامور واللي يحب يهيجونا واللي يحب يخرجوا للشارع واللي يحبوا يحرقوا احنا لهم بالبرصات بتاعو نكشف لك الامور فرد مر برص الناس قاعد تهيج حبوا يخرجوا الشارع حبوا يحرقوا حبوا كذا الكل كي حساباتهم طاحت الماء الشعب ما زالت تونس في حاله صحيح ما تعافيتش كومي الفو اقتصاديا لكن الحمد لله نحمد ونشكره أحسن دولة عربية عايشة توا وقت الحاضر ولا لو كان مش أحسن دولة أنا ما كنتش أنت توا تصورني كانوا زوز قنوات يصوروا فينا ويستعبدوا فينا تقول كان الكلام اللي هو ما يريح هو مسكنات الناس اللي قاعدين يشدوا في زوز قنوات يقاعدين يسمونهم في الأذان متاعهم يحبوا يبلغوا لهم ويصوتوا لهم وراهم أجندة ونعرفوها ونحن نشكركم من المرصد هذا والله لا اعلم القناه نتاعكم شنيه صوت الساح نتشرفوا بكم كل قنوات انتوما ولا غيركم اللي يصوت يوصل الصوت الحر بالطبع لا سب ولا شتم ولا حتى شيء احنا ضد احنا متربين نعرف واش نوصلوا لكن نوصلوا حب البلاد نتاعنا وبحب الوطن نتاعنا يا سيدي نقول لك حاجه تحب تعرف قيمه تونس اخرج لبرا تسمع تونس الكلام الباهي اما احنا قاعدين نسبوا بعضنا هذيك مشكلتنا احنا في بعضنا قاعدين نسبوا بعضنا ولهذا نداء للقنوات المعروفه مش لازم نسميها في تونس الا قاعد يونا الحل تسمع كان في التهيج هو قتل هو الضرب هو كذا صحيح عنا لكن احنا يا اخي في المقدمه سامحني طولت عليكم والله العظيم اعلاميا وكل شيء في المقدمه نخليه القنوات تخدم مع روحها لكن نجيبوا يعني اللوم في بعض القنوات اللي تجيب لك حاجتها افكار معينه تجيبك زوز ثلاثه وما تجيبش الطرف الاخر وتلقاها تسب في الطرف الاخر يا سيدي انت عندك تو يا سيدي نمشي معاك انت يساري علاش تجيبك كلك يسار ثلاثه اربعه يجيب واحد يميني معاك الاخر باش تعمل لهمتني ولا واحد يا سيدي الله يبارك لكم وسامحني طولت عليكم لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله تونس عايشه خير من برشا بلدان ما قلت لك الجنه عايشه خير من برشا بلدان وهذه تحية الأمن متاعنا هذه بربي وصلوها تحية الأمن متاعها إن وقف وقفة رجال في شارع حبيب بورقيبة استفزوهم ضربوهم قالوا فيهم كلام أنا واحد من الناس والله واحد برصدهم من النجم نصبر معناها شفنا والتربزة والكاميرا وضحت ذلك وقت اللي مش نرقدوا الأمن نرقدوا راهم مش قولوا ندربك لكن المشهد هذا يحسب لهم وتغير الأمن متاعنا من 2011 تغير ولا معناها انسان حقيقه رزين برشا وتحيه اعجاب لهم وشكرا لكم انتم كقنوات نهارك زين نهارك طيب شنو حالك ايش عملت في القضيه اليوم والله يعني راني عملنا قضيه غاليه برشا باهي اخذنا شويه دجاج شويه طماطم شويه فلفل كالعاده شنو ناوي في التصنيف اليوم ان شاء الله في الدار نعم شنو فما عندنا فطور اليوم كسكسي اليوم كسكسي شاهي طيب الخوي عايش خويا ان شاء الله ان شاء الله ربي يفتح عليكم ان شاء الله
20 انا يشريوا عدلوش قبل ربي نشري زور ساعه ساعه 20000 نشري بيهم عدلوش شفاعة يا قاع يا أمة يا ناري على تونس بكات العجاج والفي بارك في ضربك يا تونس قداس تحسن في جيب يا بابور نصري عن نسبة وشاقك موج الحي هذا السيد المنصب بي عزه الرضا بعد سيد المنصب بي تونس بكات العجاج والفي لمها الآخر قال ما يهلكوها إلا أولادها منها فيها أيها الشعب التونسي قال يا جنود الشغل يا عز الحما حرروا الخضر وصولوا العلماء حرروها بالسواعد وارفعوا سيف العمل واعددوها بالتعاذ تبلغ اسم الامل بني الخضرة يا عصود الشرع الى المجد هبوا لنحمي الحريم ونادوا بصوت يهز الفضاء لتحيا بلادي وشعب الكريم وحشدنا هو روح الكفاح وسيف الإيمان إليه سلاح وفك الحقوق من الغاصبين بني الخضراء.